فين في اكتر؟ وكلاء بتمشي كلام على ادارات الانديه؟ اه طبعا، اه طبعا، ازاي؟ وبتتفق معاهم على حاجات كتير جدا. بمعنى بمعنى ان انا النهارده بتفق معاك ان عبد الرحمن طارق النهارده اخر السنه دي هنجيب له نادي في الحته الفلانيه فياخد كذا وانت ممكن يطلع لك كذا، بيبقى في حاجات لعب ده كتير جدا بتاع بيحصل؟ الترابيزه. اي ما تستغربش هو بيحصل في الكوره، انا بيحصل في كل حاجه، بتحصل في مصر، كل حاجه بتحصل في مصر. يعني انا كنادي او كرجل مسؤول في نادي بتفق مع وكيل لعيبه واخد كوميشن منه؟ اه ايوه عادي تحصل يعني. ما اصل انت بص على حاجه، مش عايز تستغرب قوي كأن الموضوع مخفي، لكن في نفس الوقت واحد زي سامسون ده يعني سامسون، سامسون صح؟ ده انت انا وانت لو قاعدين وشفنا له، شفناه في تمرين، ده يصلح لعيب نادي الزمالك؟ اكيد في حاجه غلط. نضايف عايز، ما احنا بنتكلم عن نضايف اللعيبه الكويسه، بس ده ما ينفعش فيه بالدولار. مودست في الاهلي ده ينفع؟ ده ينفع نادي زي الاهلي يتعاقد معاه؟ حتى جايب لعيب بيلعب دوري الماني من بيلعب اسم امتى؟ كبير من بروسيا دورتموند بيلعب من خد امتى؟ السنه اللي فاتت. ايوه بطل، مبطل بقى قد ايه؟ هو السنه اللي فاتت كان في بروسيا، هو قعد 3 شهور بس فرق التوقيت ما بين طب انت الدوري عايز الالماني تقنعني والدوري المصري. ان الثلاث شهور دول يخلي وزنه زي كده؟ طب بلاش، الجاريه بتاعته فيها حاجه، مش حد فت بيجري. طب انت جبته عشان تجهزه؟ طب انت جايب واحد بالدولارات دي كلها وبالمبالغ دي كلها وسنه واحده وببدا اجهزه، هنفتح ملف كبير جدا مش هنخلص. ما انا عايز اكمل معاك الملف ده. يعني اللي انا بقوله هو الصح، يعني اصل في حاجات واضحه انا وضوح الشمس. كوكيل لعيبه، يعني انا مثلا جايب لعيب ما لاداره نادي، المسؤول في اداره النادي ده بياخد من وكيل اللعيبه فلوس عشان يأيد اللعيب ده؟ اكيد اكيد بيستفاد طبعا. تعرض عليك في المصري؟ تعرض عليا ازاي؟ يعني يعني ذكر اسماء بس لا بدون ذكر الموقف. اسماء طبعا، هي بتعرض كتير في يعني انت الموضوع قلت ده لك صراحة خد ده وهتاخد كوميشن؟ يعني على المتغطي عشان عارفين شخصيتي شويه، لكن انا قافل الباب يعني. انا في وقت في النادي المصري ده يمكن ما كنتش برد على وكاله خالص، حتى انا يعني لغايه دلوقتي انا عندي صور للعيبه انا جددت لها في النادي المصري وتعاقدت معاها ما رضيتش انزلها، لان انا ما بحبش اتصدر المشهد. انا النهارده تصدرت المشهد مثلا في كام لاعب، ثلاث اربع لعيبه. طب اللعيبه دي ما نجحتش، انا ليه اشيل انا ذنبهم ليه؟ لان احنا لما كنا بنتعاقد مع لعيبه في النادي المصري كنت بقعد انا والكابتن معين الشعبان من الصبح لغايه بالليل نتفرج على فيديوهات كتير جدا جدا، لعيبه كتير جدا، ونفضل نتكلم ده هينفعنا، طب ده هيفيدنا، ده يعني السمسرة من المسؤولين بتحصل في الأندية الكبيرة كمان، بتحصل في كل الأندية مكان. الجماهيرية. اه بتحصل في كل مكان. انت مستغرب؟ بص عبد الرحمن، انت متخيل ان الوكيل ده بيمسك مدربين انديه؟ هو المدرب بيروح ازاي النادي؟ عن طريق مين؟ اوكي لا صح؟ طب النهارده وكيل اللعيبه بيبقى ليه جميله مع مدرب، اه بياخد كوميشن بس طبعا جميله، انا مخليك تمرن في الدوري الممتاز. هل انت مش شايف ان مش بدخل من خلالك 3 4 لعيب؟ ايوه ده بيحصل، ايوه ده بيحصل. ما انا ما انا خليتك تقولها وصح. انا النهارده انا وكيل لعيبه جبت مدرب، قلت له انت هتمسك النادي ده خلاص بقيت ده معنى حبيبه. كده ان في مدربين بيكلموا لعيبه يقولوا لهم بقى انت مش تيجي عن طريق الوكيل الفلاني؟ ما هو انت دي اتقالت لك وانت قلتها دلوقتي، ما تعملش مش عارف، دي اتقالت لك فانت بتقولها وانا باكدها برضه، بتتقال كتير جدا. ايوه بتتقال كتير جدا. في وكاله معينه عارفه ان دي لعيبتها بتوديها هنا وبتوديها هنا باختلاف بقى بيعرف يلعبوا، عشان كده دايما. لا استنى ما تاخدنيش عشان كده، يعني انا ممكن دلوقتي انا مش محتاج للعيب ده بس هاخده عشان جاي لي من الوكيل بتاعي او الوكيل ده وانا ايوه اكسب ايوه المباراه ايوه حتى هو مش محتاجه؟ حتى حتى لو ما عندوش فكره، مش محتاجه هو ولا يصلح للعب الدوري الممتاز، بس معاه الوكيل، فاهمني؟ عشان كده انت دايما كل فين وفين بيطلع لك لاعب، عشان كده بتتفرج على ماتش بلديه المحله مع بيراميدز تلاقي بلديه المحله بتتعادل مع بيراميدز 2-2 وبتعمل ماتشات وبتنطح كل الفرق الكبيره. ما اصبح ان في خلل النهارده، التعاقدات دي فيك. لعيبه المحله بكام؟ بلديه المحله بكام؟ بملايين. اتعادلت مع فرقه بملايين، قيس على كده مباراه زد، قيس على كده كذا مباراه لعبوها السنه دي مع فرق كبيره جدا، ما بتحسش ان في فرق. مصطفى محمد لما احترف قبل ما يطلع يحترف ولعب في الزمالك على طول، ده راح اعرج جيش وراح طنطا وراح والداخليه لفه. طب قيس على كده حسام اشرف النهارده بتاع بلديه المحله، كان قبلها كان فين؟ قبلها كان اعار لمين؟ البنك الاهلي وما لعبش. البنك الاهلي كام سنه؟ سنتين ولا سنه؟ من سنه ونص سنتين ما لعبش، ما دخلش. انت متخيل لعيب زي ده بيقعد في البنك الاهلي بالظروف اللي بيمر بيها البنك الاهلي دي كلها، وان هو كل سنه مهدد بالهبوط وانت بتصرف ملايين الملايين وما تلعبش لعيب زي ده؟ يبقى في خلل. ده من ضمن الاخطاء اللي احنا بنشوفها، ان دايما لعيب دوري ممتاز بيامن مع وكيل معين وبيلف معاه، مدرب بيبقى مع وكيل معين وبيلف معاه. طب تعال بص على الدرجه الثانيه، طلع كشافين يبص على الانديه، ده زي زمان ما كان بيحصل، مفيش الكلام ده، مفيش. انت كام لعيب النهارده؟ ده في مراهنات بتعمل في الدرجه الثانيه. اي يعني ما مراهنات على ايه؟ في الدرجه الثانيه ان الفرقه تكسب على ابلكيشن معين، الفرقه تكسب ده يعمل ده يسوي، ده ملف كبير جدا مفتوح في الدرجه الثانيه. يعني انا سمعت عنه بس مش متعمق فيه قوي، بس يعني بغض النظر عن المراهنات، انا كام لاعب طلع لي من تحت؟
وبعدين مرهنات على ايه؟ احنا الموضوع اللي والله العظيم انا بحس ان احنا عايشين في يا جماعه الموضوع سلم، متخيل هتصرف هتلاقي.